شوف كيف من خلال جملة واحدة رح ساعدك تكون عدة جمل وأسئلة وتغير فيهم مثل ما أنت بدك من خلال هذا التمرين الذكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English أدخل الإنجليزية. جملتنا اليوم هي أحتاج أن أذهب إلى البنك وأن أفتح حسابا هناك حتى أتمكن من استلام راتبي الشهري. كيف فيني أقولها باللغة الإنجليزية؟ كيف فيني أغير فيها؟ وكيف فيني أكون الأسئلة منها؟ يلا خلينا نشوف، نقول بسم الله، صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نضغط أحلى لايك ويلا نبدأ. إذن أنا أحتاج، كيف فينا نقول أحتاج باللغة الإنجليزية؟ سوف نستعمل الفعل need. إذن أنا need to، أحتاج أن، I need to أن أذهب، go، I need to go، ثم إلى البنك، to the bank، I need to go to the bank، وأن أفتح حسابا هناك، و and يفتح حساب يعني open a bank account. طالما نحن قلنا bank، الذهاب إلى البنك، فينا نقول ببساطة and open an account. هناك there حتى أتمكن من so I can، شو معنات يستلم يتلقى receive، so I can receive راتبي الشهري، my monthly salary، my monthly salary. إذا ما بدك تحدد monthly شهري فيك تقول فقط my salary. إذا I need to go to the bank and open an account there so I can receive my monthly salary. نقطة مهمة، إذا بدنا نقول and open بدنا نقول نرجع نقول bank account، لا نقول an bank account بس نقول a bank account، لأنه كلمة bank لا تبدأ بصوت vowel. I need to go to the bank and open an account there so I can receive my monthly salary. خلينا نحول هيدي الجملة للماضي. إذا هنقول I needed بالماضي، سنقوم بزيادة إيدي إلى آخر الفعل. I needed to go to the bank. إذا بدنا نقول ذهبت إلى البنك بدلا من أن نقول احتجت الذهاب إلى البنك، احتجت أن أذهب إلى البنك، ببساطة بدلا needed to go سنقول I went، I went to the bank. Okay. And open an account. I needed to go to the bank. Oh, I went to the bank. And I opened. هنا أستعمل open كفعل. هنا open ليست كفعل بل هي مثل to go and to open، لكن حتى ما نعيد أنفسنا فينا نستغني عن to. إذا فينا نقولها بنفس الطريقة I needed to go to the bank and open، ليست بالماضي لأنه هيك ما بتكون فعل. أنا قمت بزيادة I لحتى تصير جملة، and I opened an account حتى نقول شو عملنا هناك. ما عم أقول فقط احتجت الذهاب إلى البنك لفتح حسابا، عم أقول احتجت الذهاب إلى البنك وفتحت حسابا، هيدا هو الفرق لما قلت and I opened. إذا بدك تقول احتجت الذهاب إلى البنك وأن أفتح حسابا في البنك بتقول I needed to go to the bank and open a bank account. And open an account. There, هناك. So, هنا كان سوف نستعمل صيغة الماضي لكان وهي could. So, I
could receive. كمان هنا receive دائما بعد could سوف يأتي الفعل كمصدر، ودائما بعد can يأتي الفعل بالمصدر، لا يحتوي على أي زيادات، لذلك لا نقول I could received. So I could receive my salary أو my monthly salary. طب خلينا الآن نكون سؤال. مثلا لماذا احتجت الذهاب إلى البنك؟ كيف فينا نقوله؟ أولا سوف نبدأ بكلمة سؤال WH question word اللي هي ماذا؟ لماذا؟ وهي why باللغة الإنجليزية. Why؟ دائما بعد WH question word سوف يكون عندنا فعل مساعد. بما انه عم نتحدث بالماضي لماذا احتجت الذهاب الى البنك، فالفعل المساعد سيكون did، نستعمله مع جميع الضمائر. اذا نحن في الماضي البسيط why did you، هنا الفعل الرئيسي لأنه في عنا فعل مساعد، لن نقوم بزيادة إيدي إلى الفعل الرئيسي اللي هو احتاج بالماضي. إذن why did you need من دون إيدي، لا نقول why did you needed لأنه في عنا الفعل المساعد did. Why did you need to go، لماذا احتجت الذهاب to the bank، لماذا احتجت الذهاب إلى البنك. طيب خلينا الآن نشوف سؤال إلى أين ذهبت لتفتح حسابا في البنك. إلى أين ذهبت؟ Where يعني أين، ثم بدنا الفعل المساعد did، where did، ثم البرونوم أو الفعل you، where did you go، إلى أين ذهبت go to، إلى هنا أين ذهبت where did you go to لفتح حساب في البنك. هنا أيضا سنقول to لكن بمعنى لي، أول to هي إلى، إلى أين، تاني to هي لتفتح to open a bank account، إلى أين ذهبت لتفتح حسابا في البنك. طيب خلينا الآن نشوف سؤال كيف تستلم راتبك الشهري. شو معنات كيف باللغة الإنجليزية؟ كيف معناتها how. طيب نحن نسأل عن شيء يحدث في المضارع بشكل متكرر، كيف تستلم راتبك الشهري. إذن سنقوم باستعمال زمن المضارع البسيط. الفعل المساعد لزمن المضارع البسيط هو do، وتصريف do في المضارع البسيط إما does أو do، لكن مع you لأن الفعل هو you سنستعمل do. رجاء راجعوا دروسي عن الفرق بين do و does و did. How do ثم الضمير you ثم الفعل يتلقى من دون أي زيادات how do you receive. طيب my monthly salary سوف تصبح راتبك الشهري your monthly salary. How do you receive your monthly salary؟ لنفترض إنه عم نتحدث كيف كنت تتلقى راتبك الشهري، كيف كان هذا الفعل يتكرر في الماضي، حنستعمل هنقول نفس الجملة لكن بدلا من do سنضع how did you receive your monthly salary. إذا الفرق هون كيف كنت تتلقى؟ الآن لا تتلقى راتبك الشهري مثلاً من هذا العمل، لكن إذا الآن تتلقى الراتب الشهري حنقول How do you receive your monthly salary؟ شايفين كيف مهم نعرف استعمال الأوكسيليري فيرب، الهيلبينج فيربس، الأفعال المساعدة، كتير مهمة لأنه بتدلنا على الزمن
وأيضا بتساعدنا بتكوين الأسئلة وبتكوين النفي. خلينا الآن نقرأ جميع جملنا لليوم. اللي حابب يعمل سكرين شوت رجاء نعمله سكرين شوت، وإن شاء الله بتلاقوا صورة عن السبورة على التليجرام وعلى صفحتي في الفيسبوك. ويلا أحلى لايك وخلينا نقرأ الجمل. إذا I need to go to the bank and open an account there so I can receive my monthly salary. I needed to go to the bank. أو فينا نقول I went to the bank. ذهبت إلى البنك. And I opened an account there so I could receive my salary. Why did you need to go to the bank? Where did you go to open a bank account? How do you receive your monthly salary? How did you receive your monthly salary? هذا كان درسنا اليوم. بتمنى يكون عجبكم. يلا أحلى لايك من أحلى عالم. شكرا كتير لكم. عملوا شير ليستفيد الغير ويعمل خير. وإذا حاب تتعلم المزيد معي بنصحك بهول الدروس. ولا يوصلك الدروس أول بأول، اضغط على هذه الدائرة وموال سبسكرايب، فعل زر الجرس، وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.